التلفزيوني على تلفزيون لبنان مرايا الشمال بكل تواضع تلقت المبادرة اتصل برئيس البلدية وفورا كان اللقاء وقت التقينا فيه مع ساعات النواب أيضا بالجراند أوتيل بالحتور عتمة ست نورة اليوم حضورك عزيز على قلبنا ست نورة البدوي من حملك تحياتنا لسعادته من حملك أيضا بعكار في مناطق عطشة أيضا لمراكز الصحية وبعرف أنتوا أعمال الخير متواصلة شو رأيكم بالمستشفى بالدري مستشفى أيضا بالعيدة مستشفى أيضا بسهل عكار إلى ما هنالك بالجوم وين ما كان فيكم تزرعوا الخير حقيقة أيديكم البيضاء اليوم كلها هي تعب فتفرح أطفال عكار وشيوخ عكار أهلا بك لنسمع ما تقولي تفضل دعك كبير مثل ما شفنا الحمد لله المستشفى حقق كثير اشياء مهمه منها بحادث الحريق الاخير اللي صار بالمنطقه كان دور المستشفى كثير مهم نتشكر دكتوره ريع الصمد وكل العاملين بالمستشفى السيد خلف الحبتور اكيد مثل ما بتعرفوا اثبت اكثر من مره حبه للبنان وايمانه بلبنان من خلال الاستثمارات السابقه وكان السباق بالتطلع بمنطقة عكار اللي هي بحاجة إنه الكل يوقفوا معها ويشتغلوا على إنها للأسف التركيز دائماً بيكون على مناطق أخرى بلبنان عكار طرابلس وشمال مش محظيين مثل المناطق الأخرى وأنا بدعو الكل من مؤسسات تنموية وخيرية محلية وعالمية إنه يتمثلوا بسيد خلف الحبتور وما ننسى أهلنا بهالمنطقة نحن بمؤسسة خلف أحمد الحبتور لا نفرق بين دين أو جنسية أو عرق ونحن ندعي الكل أنه يحطوا بإيدهم بإيدنا إن شاء الله للعمل على تنمية المنطقة وإعادة أعمارها مستقبل لبنان واعد بإذن الله وأملنا كتير كبير ونحن متفائلين أنه هالاحتفال يكون الأول من مجموعة احتفالات بإذن الله بالشمال وبلبنان ويعمل خير على كل البلد ونلتقي بافتتاح مؤسسة تعني المواطن الشمالي واللبناني عموماً وإن شاء الله إيدنا ممدودة للجميع وشكراً لكم لبنان المتواضع